الإمام البخاري ربنا سبحانه وتعالى حباه بذاكرة في الحفظ أشبه بالخرافة، دي أشبه بالخرافة. ذكر عنه الذهبي قال عنده اثنين من الأصدقاء صحبانه بيتعلموا معاه، قالوا شافوه بيمشي وبيجي معاهم في الدرس بتاع الحديث وما بيكتب، بس بيمشي بيقعد بيحضر كده، منتهي الدرس بيمشي. فقاموا أشفقوا عليه كده، قالوا له يا أخي أنت ليه ما بتكتب؟ أكتب الحديث عشان ما يضيع منك. فسكت عنهم. تاني ألحوا عليه. بعد 16 يوم لما كتروا على الكلام قال أعرضوا علي ما كتبتم. أنتوا كتبتوا كم؟ وروني كتبتوا. قالوا نحو من 15,000 حديث. يعني 15,000 حديث كده، 15,000 حديث. قال فقرأ لهم البخاري من حفظه، هم فاتحين الكتب وهو بيقرأ من حفظه، فأملى عليهم 15,000 حديث وما كتبه، أملى عليهم من حفظه كلها. لما شافوه قرب قالوا له كده دقيقة، إحنا عندنا حاجات ده نصلحها ذاته، كاتبينها غلط. صلحوها من حفظ البخاري. كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام دخل بغداد وهو جاي من خراسان من وراء النهر، قطع بغادي وجاء داخل على بغداد. علماء الحديث في بغداد، وطبعا بغداد منطقة مشهورة جدا بعلم الحديث، علماء الحديث فيها بالآلاف، قالوا لهم ما تجلسوا تستمعوا للبخاري حتى يختبر، دارين نعمل له اختبار. فالاختبار جابوا 100 من طلاب علم الحديث، والمية ديل أي زول ادوه، أو 10 من طلاب علم الحديث، أي واحد ادوه 10 حديث بقت 100 حديث. المية حديث دي بيقلبوا الإسناد مع المتن، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه الإسناد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه المتن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتن، والإسناد ده الرواية عن فلان عن فلان عن فلان. قاموا العلماء ديل شالوا إسناد الحديث ده، خدتوا له الحديث ده وده خدتوا له، لخبطوا المية كلها، أي واحد عنده 10 لخبطه، بيشيل حديث عمر بيدخل معاه اسناد حديث عائشه، وحديث عائشه يدخل معاه حديث اسناد حديث جابر كده. اي واحد منهم بيقوم بيقيف يقول للبخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري يقول له لا اعرفه، هو مقلوب ما صحيح الاسناد ده، يقول له لا اعرفه. يجي يكمل العشره بتاعته، يجي الطالب الثاني عن فلان عن فلان عن فلان لا اعرفه، يقول لي لا اعرفه، لا كله ما بعرفه. الناس اللي ما فاهمين الموضوع قالوا بالله ده البخاري، كلموا لنا فيه من زمان، البخاري جاي البخاري جاي، والناس اللي عاجبينه بالالاف، وعلماء الحديث القاعدين فاهمين الحاصل، فهموا انه فطن البخاري لذلك. قام بعد ما كملوا العشره المية حديث ناداهم واحد واحد، الاول قال لي انت اما حديثك الاول الغلط، الغلط جابوا حفظ الغلط، قال لي حديثك اللي قلت كده والحديث كده، قال لي فهو غلط، والصحيح حديث ده رجعوا له في محله. اي واحد مسكه رجع له العشرة حديث حقته لمحله وحفظه الغلط ذاته. ده يا اخواننا زول بيجي بيتكلموا فيه ناس ويقول لك البخاري جاب الحديث دي من وين؟ قال إني لأسمع الحديث في مصر فلا أكتبه إلا في بغداد. أسأل لو حكيت لك نكتة، خلي حديث كده فيه إسناد وكلمات بالبطوة وكده، كان حكيت لك نكتة في مصر بتتذكرها ليه في العراق؟
يسمع الحديث في العراق فلا يكتبه إلا في مصر، وفي خراسان فلا يكتبه إلا في الجزيرة العربية كده. يعني ده شغل يا أخواننا بديع جدا. يوم من الأيام جلس الإمام البخاري في المسجد، فسألوا عنه رجل اسمه يعقوب ابن عبد الله، قالوا له في زول يعني في المسجد اسمه البخاري، نمشي نتعلم عنده؟ ولعل الرجل ذاك أخذوا الحسد بس، قال لهم هذا لا يحسن أن يصلي. قال لهم صلاة ذاته ما بيعرف يصليها، تمشي تتعلموا عنده ساي؟ فلما كلموا مع الإمام البخاري قال والله لئن أخبرني لرويت له في الصلاة خاصة، بس أحاديث في الصلاة 10,000 حديث. قال كم بديه في الصلاة دي؟ كم؟ 10,000 حديث. أصلا إحنا في الإسلام كله حافظين 10,000، في ناس 10 ما حافظين، وبعد تلقى لسانه طويل ويكتب لك ويقول لك هؤلاء رجال ونحن رجال. لا والله ديلك رجال لكن أنت ما راجل. مرة واحد لقاني زي ده، تخيل في صنقعة هنا في التساكن اللي جاي أنا بتناقش معاه وكده، قلت له قال ابن مسعود وقال أبو هريرة وكده، قال لي طبعا هؤلاء رجال ونحن رجال. قلت له والله ديلك رجال لكن أنت ما راجل زي ديلك، والله ما راجل زيهم. يا إخواننا ناس بمثل هذه القامة في حفظ الدين وحفظ السنة يجوا يتطاولوا عليهم ناس لا قيمة لهم، ما عندهم قيمة أصلاً.